طيب نروح بقى يا جماعة على الوضع الإنساني في مصر. وضع وإنساني في مصر يبقى نموتك ونسجنك ما عندناش مشكلة. عشان كده هتلاقي الخبر بيقولك وفاة مواطن مصري في مركز للشرطة نتيجة التعذيب. ده اللي وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن المواطن المصري صالح رحيم مات جراء التعذيب في مركز شرطة مدينة العدوة بمحافظة المنيا في الصعيد، في صعيد مصر. قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم الخميس 8 يونيو، وفضل التعذب فيه لحد ما توفى امبارح. على فكرة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت صراخ واستغاثات صادرة من داخل غرفة حجز مركز العدوى أو العدوى، ويبدو أن ده كان صراخ واستغاثات المواطن صالح رحيم. أسرته استلمت جثته ودفنتها في مقابرها الخاصة بالفعل، وأفادت ده اللي أفادت بيه الشبكة. يعني المواطن صالح عبد الستار سعد رحيم عنده 41 سنة، مقيم في قرية الفردوس تبع المركز العدوى بمحافظة المينا، أب لأربع أولاد أكبرهم عنده 13 سنة، وكان شغال غفير في إحدى الأراضي الزراعية. خدوا الراجل عذبوه، وكان صوته طالع من غرفة الحجز في مركز شرطة العدوى وهو بيستغيث بالناس، ولكن ما همهمش، كملوا فيه تعذيب لحد ما مات. بعد ما مات لف يا ابني، أو حتى ما تلفش، ارميه هنا، تعال انت اخوه، شيل جثة اخوك وروح ادفنها دلوقتي، مش عايزين صداع، مش عايزين وجع دماغ. دي قيمة المواطن المصري. انا مش هتكلم معاكم في الموضوع ده كتير، لان حضراتكم على ارض الواقع وعارفينها وشايفينها اكتر من اي كلام او تنظير من اي حد.